خير. بدت الرحلة والماراثون للوصول لمجلس النواب العشرين، وطبعا هاي المقرات الانتخابية ما بتخلى من التفاعل والنقاش بكل مناطق الأردن ودوائرها الانتخابية، وإحنا مقرنا الانتخابي رح نحكي ونسولف بكل إشي بيصير بكواليس الانتخابات والمرشحين. وهينا بلشنا معكم من مقركم الانتخابي في التلفزيون الأردني. أهلا وسهلا، بنرحب فيكم باسم التلفزيون الأردني بهالمجموعة الطيبة اللي موجودة هون الخيرة، وهلا زميلي سهير قاعد بضحك. بعرف تضحك، تضحك على معي ولا علي؟ والله ما بعرف. اسمع ما بلومك. أهلا فيكم في المقر الانتخابي هذا اللي هون عزمونا نكون فيه حتى نتحدث مع بعض وندردش مع بعض في موضوع مهم في حياتنا اللي هو انتخابات 2024 اللي احنا موعدين تكون انتخابات مختلفة تماما ونتائجها مختلفة تماما، ومنتخب يطلع لنا برلمان يخدمنا ويخدم الوطن ويخدم الشعب بدون حركات قرعة وغيره وغيرات وغيراته. فاحنا بدنا نحكي مع بعض، بدنا نحكي عن البرلمان من أليف لبالية. نعم. ما في شيء مخفي، واسمعونا وإن شاء الله النتيجة تكون أنه تثقوا في هذا البرلمان ويكون في ننتخب برلمان اللي يرفع رأسنا، واللي جلالته بطلب أنه يكون هو برلمان اللي يكون يحضر إلى حكومة برلمانية. نعم. يسلم تمك. الله يسلم. إن شاء الله يا رب. فأول سؤال بدنا نسأله، بدنا أسأل زهير، تبطل تضحك علي، بدنا أسألك لويش بدنا برلمان يا أخوي؟ كيف لويش بدنا برلمان؟ برلمان مهم، لأنه في النهاية الأساس هو حكم الشعب، وحكم الشعب يتمثل في وجود برلمان. البرلمان اللي هو المجلس التشريعي اللي براقب السلطة التنفيذية، وأيضا مهمته التشريع. والمسيرة الديمقراطية البرلمانية هي من بداية تأسيس إمارة شرق الأردن. أول مجلس تشريعي كان عام 28، كان في 5 مجالس تشريعية بعد استقلال المملكة عام 46، كان أول مجلس نيابي في عام 47، وإحنا الآن في البرلمان رقم 20. وهذا راح يكون شيء جديد، لأنه لأول مرة بصير في عنا قائمة وطن وقوائم محلية. قائمة تحضير عامة، قائمة عامة وقائمة بالضبط محلية. بالضبط. إحنا برلمان الخدمات، والناس اللي كانوا يقولوا أفتح لك طريق ووظفك، هذا ما بدنا نهائيا. بدنا برلمان يراقب على الحكومة، وبدنا برلمان يقول الحكومة وقف في محلها، وبدنا برلمان يعني في عندنا الآن منظومة تحديد سياسي، بدنا البرلمان يكون على قدها، نواب واعيين. نعم. وهذه هاي مسؤوليتنا صالح، إحنا كناخبين إنه الكل يتوجه لصناديق الاقتراع والكل ينتخب. إذا إحنا بدنا مجلس نيابي كما نريد، لازم إحنا اللي نختاره وإحنا اللي نحط صوتنا في صناديق الاقتراع في شهر 9 المقبل إن شاء الله، حتى يكون مجلس النواب بداية منسجم مع مطالبنا، وبعدين منسجم مع منظومة التحديث السياسي اللي كما صحيح. قال أستاذ نبيل أطلقها سيد البلاد جلالة الملك. أكيد نبيل كلامك صحيح، بس أنا برجع لسؤال الأستاذ نبيل إنه إحنا ليش بدنا برلمان؟ مزبوط. يعني هو حق من حقوق الإنسان إنه يمارس حقه بالديمقراطية. والديمقراطية بالتالي بتقود للعملية الانتخابية، والعملية الانتخابية بتساعد الحكومة وبتساعد الدولة إنها تحسن من حياة الناس والبشر. ليش؟ لأنه أنا لما أكون بمجلس النواب فأنا بشارك بالتشريع، بصادق على القرارات، ممكن ألغيها، أيضا إلي دور رقابي، صح ولا لا؟ شو رأيك عيسى بالدور الرقابي؟ أنا حبيت بتساعد. لا شوف بدك ناظور حتى تمسك الحكومة، أو دربين من تبعات الجيش مشان تغضبوا صح، هن بتجيب إن العدسة صحيحة. يا ست شوف، إحنا دائما وأبدا منلاحق الرؤية، والرؤية اللي بحكي عنها جلالة سيدنا دائما إلا ما يكون
في ورائها قصة نجاح، لأنه هو يعني عارف وين متجه بشعبه ومن خوفه على شعبه، ومن يعني بده أمن الشباب برضه، بده أمن الشباب، بده أمن يعني بده يحاول يفكك البطالة. لهيك قاعد يعني بحاول إنه ينظر بالمجلس ويعدل على كثير من قوانين المجلس والتشريع اللي بيصير داخل المجلس. فإحنا دائماً وأبداً وين بنظر؟ جلالة سيدنا وسمو ولي عهد الأمين إحنا معاهم، وإحنا بدنا الطاقة الشبابية تكون متواجدة بالمجلس. هاي الطاقة الشبابية. لأنه إحنا يا جماعة الشباب لما تحكولنا نواب ما بنفهم شو هو البرلمان ولا إيش هو وشو عملوا لنا وشو رح يصير علينا، فدائما عندنا هاي التساؤلات. بالعكس احنا انا بقول لازم ننبسط انه احنا بلد ديمقراطي، في عندنا حريه، في عندنا احنا بنقدر نكون جزء من هاي القرارات، انه احنا نساعد في صنعها. بس هي الفكره انه الواحد يعني يختار الشخص الصح. طبعا انت اصلا انت في مجالك ماخذ حريه اكثر من لازم والله. لا هيك رايك لازم نسلخ فيها هناك. يعني البرلمان هذا راح يكون به نسبة ممتازة من الشباب. 20% اللي لاحظته انه عمر اللي نازلين على الانتخابات 25 في القوائم الحزبية هي كلها لازم يكون بها شباب، من اول خمسة لازم يكون فيها شباب. بس انا عندي تعليق على انه 25 والمرأة 25 سنة ل 35، يعني انا بتخيل انه ممكن لو 30 سنة بكون معقول اكثر، لانه لسه يعني ما عنده تجربة وخبرة سياسية الا ما ندر. ليش خليه الا ما ندر الا ما ندر؟ الشباب من 18 ل 35 ما يعد شباب. ما انت شباب يعني والله يعني. الانترنت والتطور اللي عم بيصير، انا كثير عم بقابل شباب بعمر صغير ما شاء الله عندهم وعي كثير كافي انهم يكونوا بالسياسه، يعني صاروا الشباب الصغار هم اللي يفهموا هلا الثقافه والثقافه سواء كان الحزبيه او الانتخابيه في متناول يد الجميع. صح. يعني موجوده ومتاحه للكل، وفي اي معلومه بحاجتها اي شاب ممكن يكون في صورتها. وبعدين زي ما قال صالح اليوم التشريع عم بخدم الشباب وعم بيعمل له حضور، والمرأة كمان. فاظن بانه يعني فعلا لازم يكون هاي الانتخابات الحضور الشباب كبير كبير جدا. انا بدي احكي في نقطه ناولناها، قلنا شو عن مجلس النواب. انا بعتقد انه النائب الحقيقي اللي يمثل الشعب بيكون معني في قضايا الشعب هي مش مسؤوليته فقط، هي مسؤوله الشعب طبعا. احنا اللي بنتحمل شو شكل مجلس النواب، مين الاعضاء اللي راحين يوصلوا مجلس النواب. مهمه المواطن يختار النائب الواعي، النائب المرتبط في قضايا والوعي اللي يستطيع انه يخدمه. احنا ما بنقدر نقول شوف هالمجلس، المجلس هو افراز الشعب طبعا وافراز صندوق الانتخاب، بالتالي النائب الجيد هو مسؤولية المواطن الجيد. صحيح أستاذ زهير، صحيح. حاليا عم نسمع إنه يعني الناس اللي بدها تصوت نسبتها قليلة أو مش كتير هم انترستد إنهم يروحوا يصوتوا لأنهم خايفين إنه الموضوع جديد، وبنفس الوقت الأحداث الإقليمية واللي حوالينا واللي بيصير بأهلنا بغزة كله هذا بيأثر بنفسية الناس. فأنا بتهيأ لي إنه إحنا يعني لازم نكون شوي إيجابيين وشوي نساعد بتحقيق المنظومة السياسية. لازم تنجح التجربة. ليش كل ما تقول ناس بدنا مشان برلمان وبرلمان يقول لك إيه وهو أقسم بالله ما هو فاهم ليش هذا هاي عيسى بيقول لك يلا عيسى لأنه فاتح باب وبيستقبل وبيخطب بديوانه يا عمي ترى المكتوب ومبين من عنوانه ان شاء الله العنوان العنوان راح يكون ممتاز خلينا متفائلين العنوان ممتاز وانا متفائل لكن النهايه المسؤوليه هي مسؤوليه المواطن اللي بيروح ينتخب ننتخب النائب الحقيقي والواعي اللي مرتبط في قضايا الشعب وهذا اللي بنقرا من عنوانه ما بدنا اياه هذا اللي بنحكى حاليا المواطن. شراء الاصوات ما شراء الاصوات اعتقد هذا عار موضوع وعيب كبير على المواطن. يعني هاي مسؤوليه، يعني هي مسؤوليه ومدان فيها اللي بيشتري الصوت
ومدان فيها أكثر اللي بيقبل والله بيها أستاذ صوته. أستاذ زهير حتى هذه إلى حد كبير كمان عالجها. معلش عيسى أنا بضطر أحكي عربية فصحى في بعض الجمل لأنه مسامحني كان إنجليزي خليك على الإنجليزي. التشريع في الانتخابات الحالية كمان عالج هذا الموضوع تحديدا في القائمة العامة. القائمة العامة لما بده ينزل على مستوى المملكة اللي هم الأحزاب صعب جدا. شو بده يشتري أصوات؟ بده يشتري أصوات من المملكة المحافظات المملكة كلها. فهذه الجزئية إلى حد ما بتصعب موضوع الشراء. ما هو في حكي بنحكى إنه مثلا الأصوات اللي هو ترتيب الأسماء سمعنا إنه في رشوة انتخابية شراء رشوة حزبية يكون الأول والثاني. وأعتقد إنه صار في قضايا مظبوط أربع قضايا مهم جدا تطبيق القانون ونكون شديدين في تطبيق القانون. المرة هاي راح يكون كل دائرة انتخابية في مندوب لوزارة العدل وكل منطقة في مدعي عام. مرحلة الإصلاح السياسي الحقيقي هي تبدأ من هذا البرلمان. برلمان تمكين الموارد للوصول إلى الحكومات هذه السبيل. غالبية الأحزاب ما قلت زهير يعني الناخب الجيد بسوي برلمان جيد. بس أنا واللي ما بنتخب شو بيسوي؟ أيوة. برلمان سيء. عشان هيك الأحزاب هلأ دورهم كتير مهم. صحيح. بتوعية المواطن يكونوا إلهم دور إنهم يوصلوا لكل المواطنين ويعطوهم يفهموهم شو الفرق إنه ينتخب منتخب ناخب العادي والأحزاب إنه في فرق بيناتهم. بس هديل أنا بقول قبل ما هن يبلشوا يوعوا الناس يعني لازم يكون عندهم برامج لأنه في بعض الأحزاب يعني هاي من السلبيات اللي نازلة إنه في بعض الأحزاب ما عندها برامج يعني أنشئت سريعا. الحزب اللي ما عنده برنامج خليه يقول عليه خلاص هذا يروح. مشان هيك لجأوا للتحالفات. عجبني شغلة حكاها أبو الليث إنه لازم نعرف الناخب اللي بدنا ننتخبه المرشح أو اللي بدنا نصوت له لازم يكون فيه مواصفات معينة. ما بدنا ننتخب هذا لأنه جنرال سابق أو لأنه طبيب أو لأنه أخوي أو بدنا ننظر إنه هاي مهنة يعني يكون فيه مواصفات. لا إحنا بدنا ننتخب ونبعد عن النائب اللي سألوه قديش سلطة فيه في الأردن؟ قال في سلطة طحينة وسلطة هذا وسلطة. قال يا زلمة سلطة. قال سلطة السلط وسلطة. قال يا زلمة سلطة. قال يا أخي حلو عني. سلطة سلطة أنا بدي أفوت على هالسلطة كلها. سبيل بس هذا النائب. فاز هذا النائب. فاز وصل لمجلس النواب هذا النائب. طبعا في الاول كان يفوز بالاول. هلا الامور تغيرت. الامور تغيرت يعني ما في 50 ليره هاي السنه. لا ما في شو 50 ما بتكفي ال 50 هاي عيسى ارد عليه. لا صار ان المي يجي بزرف تحت لا 100 قليل كمان تحت 100 هاي معك ما حدا ببيع ضميره ب 100 دينار كل متكنافه حق ليرتين ونص. طيب احنا حكينا عن النواب في الرقابه اللي ذكرناها في التشريع. التشريع هو اللي بحط البلد على الطريقه الصحيحه. قوانين طبعا هذا التشريع مرتبط في النائب الجيد. صحيح. في النائب الفهمان. مش النائب اللي بتقول له تشريع بقول لك ما في ولا بتقول له سلطه بقول لك سلطه ولا بقول لك خيارات. هذا مسؤوليه مين؟ مسؤولية المواطن زي ما قال أستاذ زهير إنه أنت المواطن اللي بيوصل النائب المضبوط محله. وبعدين مسؤولية نفس اللي بنزل على الانتخابات. يعني إحنا لسه كنا مبارح نحكي عن إحدى السيدات البرلمانيات اليوم. يعني لما بسألها أنا شخصيا بقولها أكم دورة أخذتي أو إيش بتقول أنا من مطبخ البيت للمطبخ السياسي لمطبخ البرلمان. يعني سلطة بالضبط سلطة. فإحنا بنحكي عن جزئية بحاجة لتثقيف. يعني إحنا مش بس عم نحكي أستاذ نبيل عن 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 تشريعات. إحنا عم نحكي عن موازنة الدولة. موازنة الدولة هاي بيقروها النواب. يعني بقول لك بقول لك لا ثقة الحكومة بتاخدها من هؤلاء النواب. فإحنا فهذه نوعية النائب اللي رح توصل أعتقد بأنها مسؤولية وطنية علينا إحنا كمواطنين. مفتاح صحيح. نجاح القادم بإيد المواطن. تعرف سيدي أنا في شغلة دائما بلتفت لها أثناء يعني بتلاقيني بعيش أجواء التصويت. أنا بحب المشاركة بالعرس الوطني.
وطني مو عرس وطني. مزبوط. هو يعني يسمى بعرس وطني. فالعرس الوطني بعيشه أنا يعني بالرمثة خلينا نقول بالشمال بشكل عام بعيش الأجواء الانتخابية. كل وقت عرس وطني كلكم بتغنوا غاد. أصواتهم حلوة. الله يسلمك. أصواتهم بالشمال. إحنا ورا بعض حفلة. الحمد لله. شاف سيدي في نقطة مهمة بالنسبة للناخب. الناخب دائما الواعي المتوعي وبيعرف إنه مثلا هذا النائب ممكن يخدمني ويفيدني. أنا اليوم كناخب إذا لا أنا بشوش علي الأخ صالح إني أصوت اليوم لعدم المؤاخذة لأبو ليث. أبو ليث سعادة نائب نازل عني مقتنع بأنه راح ينفذ برنامج وراح يساعد الناس، بس بيجي الأخ صالح بشوش علي بطريقته إنه مثلا أبو ليث الزلمة مش راح يفيدنا خلينا نتجه لهذا، فبصير تشويش. أنا بدي الناخب يكون دائما مقتنع لما يكون في وعي. ما بتصير هاي التفاصيل يعني. ما بتصير لما يكون في وعي عند الناس. ما هو احنا لازم هذا الاشي نشتغل عليه ونوعي الناخب انه انت اخذ قرارك وشوف مين النائب فعلا الذي يستحق يصل لقبة البرلمان. يا اخي انا مش فاهم هاي رانيا مالها حاطه بئر عمل نقري. انا بحكي شغله بتحكي العكس. لصالح بشوذر انا جاي افهم ان شاء الله بالاخره. أنا برأيي إنه الناخب أو المواطن ما يفكر في مصلحته الضيقة، إنه شو بده يخدمني. إحنا المفروض نتطلع على المصلحة العامة. هذا النائب شو ممكن يقدم للوطن؟ شو برنامجه؟ شو بيخدمنا في مجال التربية والتعليم؟ اسمحوا لي بهذا الجانب تخيلي. هلا الصحفيين مع بعض، احنا ما لنا علاقة مع الصحفيين. معلش معلش سابقا العقل الجمعي اللي عند الناس معظم الناس انه هذا النائب نائب خدمات لتحقيق مصالح فردية أو عشائرية أو كلها مصالح فردية، يعني أنه بده يوظف الآن هذا بده خط باص الآن التشريع الجديد اللي نظم الانتخابات، يعني هذا الموضوع انتهينا منه أنه النائب موجود عشان يشرع والنائب عشان يكون جزء من منظومة التعديل السياسي، وبالتالي حتى اللي جاي ينتخب وهو جاي ينتخب عارف أنه النائب مو رايح عشان يقدم له خدمات. مرة هاي جاي أنه النائب بده يراقب بده يشرع، ويعني ولازم يكون مراقبته شديده. يعني احنا انا يعني مش انه انتقاد، بس الدورات السابقه مجالس النواب كان رقابتهم ضعيفه، يعني لدرجه انه مثلا في قضايا فساد وقضايا يطلعوها ديوان المحاسبه وجهات ثانيه. طيب وين النواب؟ وين دورهم؟ بس انه يعني معلش بهاي الجزئيه بتوقع لو مشينا بمسار الاصلاح، يعني بتخيل لو عندنا اصلاح اقتصادي وعندنا اصلاح اداري، هاي المسارات اللي أطلقتها الدولة ببداية مئويتها الثانية إنه سياسي اقتصادي إداري. أظن بأنه إحنا لما ننتهي من مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي ببطل المواطن بحاجة لحدا يخدمه بوظيفة أو يخدمه بي 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 أنه براتب أو يخدمه بشارع. أو إحنا وصلنا لأنه يكون في عنا إصلاح إداري. أكيد أنا شارع بيتي مش بحاجة لنائب يجي يعمل لي إياه، وانا وفي وصلت لاصلاح اقتصادي انا عندي وظيفتي مش بحاجه لنائب يشغلني او يشغل ولادي. فبالتالي اظن بانه ان تمشي المسارات هذه كلها بمسطره ان صح التعبير، اظن بانه احنا راح نستغني عن هذه الثقافه. مرات تصير الشغله الجهدان بلا هسه. مثلا يجيك واحد يقول لك تعال هات الفاتورة الكهرباء خلينا ندفع لك إياها. ندفع لك بيطلع له المي يا أخي. ما هون دخلنا بالفساد. طب وين هذا فساد؟ أنا بدي أحكي أستاذ نبيل بالضبط. هون دخلنا بالفساد. ما هيك اشتراه أستاذ نبيل. بدي أحكي أنا في نقطة اللي هو وجود الأحزاب والبرامج. يعني إحنا مش بحاجة إنه النائب يقول لك أنا كويس رايح أقدمكم. إحنا مش هذه. في الحزب في عنده برنامج وطني كامل للتربية للتعليم للصحة. بالتالي المواطن بصير يحاسب الحزب على برنامجه. بنزل الحزب في برنامج بدي اشتغل في التربية والتعليم بهاي الملفات، في الصحة هاي الملفات، الأمور الإدارية هاي الملفات. ساعتها احنا بنحاسب الحزب على برنامجه، بننتخبه على برنامجه. بالتالي كيف بيعاقب المواطن ثاني مرة ما بنتخبها؟ هذا هو القاضي الأول والأخير المواطن. انت يا مواطن. بس بتعرفوا الشباب بعيدا عن بعيد هليل انا سعيد جدا بموضوع التحديث اللي عم بيصير ببلدنا. احنا ماشيين ب
بمسار التنمية المستدامة اللي بتنادي فيها هيئة الأمم المتحدة، التطوير، التغيير طبعاً القوانين طبعاً التشريعات، هذا كله مشان إحنا ما نكون متخلفين عن العالم المتحضر. صح. فإحنا ماشيين بطريق الحضارة، مشان هيك في دور كتير كبير علينا إحنا كشعب إنه ندعم هاي المنظومة، ندعم هاي التحديثات حتى نوصل بدنياه. يعني نختار البرلمان الصحيح ليراقب ما يقام في هذه المنظومة طبعاً وهذا الاحتياج. طبعاً. كله بإيد المواطن. أنا عشان النهاية هو يمثلنا. صحيح. النائب هذا بحكي أنت يا زهير بدك إياه، هو يمثلنا في 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 التطوير وغيره، هو يمثلنا في الرقابة، هو يمثلنا في التشريع، هو يمثلنا في كل شيء، هو يلعب كل يعني دور كامل في حياتك يا مواطن. أنا إذا اخترت سيء راح كلهم هذولا. تفضلي. عشان هيك أستاذ سعيد أنا بحكي إنه أنا كثير مبسوطة كمان عم بحكي عن موضوع الأحزاب. أنا تعرفت على موضوع الأحزاب جديد، يعني دائما بيحكوا لنا ادخلوا أحزاب ادخلوا أحزاب، بس أشوف إنه هم عم بتبنوا المواقع الإلكترونية. يعني صار كل واحد عنده موقع إلكتروني، صار عنده لوجو، بيحطوا البرامج تبعتهم أونلاين. فأي حدا بيبحث عن هاي البرامج عن هاي الأحزاب بقدر يلاقيها على المواقع الإلكترونية وبقدر يتابع أخبارهم أول بأول. وكمان بتمنى إنه كمان الناخبين أي حدا بده ينزل على الانتخابات يكون له برنامج واضح على السوشيال ميديا. ضروري. صحيح. انا في كتير ناس هيك بآمن فيهم لما اشوفهم على السوشيال ميديا. انا حكيت معي قبل يومين واحد مترشح مرشح حاله للانتخابات. كيف مرشح شوف. يعني هو مرشح ولا لا هو مرشح ولا مرشح ولا بعرف ولا بعرف اخ زهير والله اخ زهير ما حد يرفع ايده وقول اللي بدك اياه قول لي وينك شو اخبارك قال انت بعدك يا زلمه ما صرت ولا مدير عام ولا صرت شيء قلت لا والله ما صرت قال خلص عندي لكن والله موضوع مهم ويعني الواحد بده يسولف وبده ياخذ راحته بس الله جاب زهير بجنبي صوته هيك جهوري ونيبين قدامي كل ما بدي احكي لا كل ما نيبين بدها تسمعني وزهير صوته طالع للجد كيف بدي اسولف يعني كيف بدي احكي بدي ياخذ راحتي المره الجاي لا تحطوني معهم هسه احنا كثير في ناس في الاردن يقول لك بشكو وضعنا وكذا انا بدي اقول شغلي انا عمري 73 سنه انا عماني 73 انا عندي قناعه واعتقد كثير بيشاركوني فيها الاردن يا جماعه الخير ثري صحيح ثري بطاقاته البشريه بقيادته الحكيمه موقع الجغرافي السياسي ثرواته الزراعيه الباطنيه الطبيعيه السياحيه التاريخيه احنا بحاجه لحسن اداره واحنا قادرين نقدم الأردن العظيم اللي معتز فيه كنا إذا استثمرنا الطاقات الموجودة عندنا العظيمة وأحسننا إدارتها أعتقد الأردن ستكون من أفضل الدول على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم لأنه في عندنا طاقات وإمكانيات كبيرة والبداية تبدأ من المسيرة الديمقراطية طبعاً. من مجلس نواب واعي من مواطن واعي القصة مش زي ما بقولوا 10 و20 سنة أنا أعتقد من أول دورة ثاني دورة راح يكون في عنا الأردن النموذجي طيب المثالي لمنفتخر فيه زهير 100% متفائل إذا كان في حالة وعي عند الناخب عند المواطن الأردن العظيم قادم إذن رب العالمين سيدنا براهن على المواطن أكيد خليك تفاعل يعني توليفة المجلس يعني لما يكون عندك 18 دائرة انتخابية بين 18 وحدة كوتا نساء يزين 7 من الأحزاب هي 25 امرأة وراح يكون عندك حوالي 20 واحد شاب وراح يكون عندك أحزاب يعني توليفة المجلس توليفة مختلفة يعني في دايفرسيتي اسمحوا لي أعقب على زميلي أخي زهير بالنسبة للإدارة أنا بوافق لا معك زملائك لا الحياة لا تتوقف إذا اليوم اللي أنت وقفت فيه إن كنت فنان ولا غيره وقلت أنا وصلت تبدأ تتراجع فهي حالة مستمرة نحن نريد أن نحسن الإدارة لكن أنا لازم أحكي عن الأردن أنا كشخص بتعجب إحنا ثاني أفقر بلد في العالم في المية نبيل. لكن المية ما بتنقطع يا أخوي لا كحوة كحوة لا هي قهوة شاي 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 بشرب بلاش أبشرب أبشرب ساب التلفزيون والله أهلا وسهلا إحنا وإحنا ما عنا ديزل ولا عنا بترول ما الكهرباء ما بتنقطع عنا وبتنقطع في بلاد الديزل والبترول كثير وبعدين إذا لا نفكر إحنا أهل الكمال ونطلب أهل الكمال بنعرف إحنا
بدنا يعني هذا البلد بنحبها، من حكينا بنحبها، وفي طاقة بشرية مميزة. أنا 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 داير الدنيا كلها، وعائلتي في كل الدنيا، وكان عندي فرص في كل الدنيا، لن أقبل في مكان في الدنيا أنا وزوجتي البريطانية إلا البلد هذا. هلا إحنا بدنا نعمل كيف هذه النقطة الهامة في هذا البلد إنه نكملها، اللي هو المجلس النيابي أو ممثلي الشعب الكويسين. مزبوط. هذا مسؤوليتنا. هذه ما هذا اللي بنحكي حكي خطر. يا مواطن بدك تعرف شو اللي بتعمله. انت بتضر نفسك لما تعمل، بتضر نفسك انت لما بترمي زباله في الشارع، بتضر نفسك لما بتخرب بتكب شيء في السيل في المي، بتضر نفسك لما ما تتقن عملك. يجب ان يعلم المواطن انك يجب ان تعي الى كل شيء في حياتك من اجل حياتك وحياه اجيالك. يعني انت رح تروح تنتخب السنه استاذ نبيل؟ رح تروح تنتخب؟ أنا اللي بدي أحكي. بس ما قديش بدفع. بس معلش بدنا شجعنا شوي عيسى. يلا يا عيسى. خلونا الزلم. هذا الزرزور على الشجر دايا. سمعتوا بالليل يغني داخل الله. صوته يطري بالنحسان يا يوم. واللي بلومه متهني داخل الله. كيف هاي يا مانا؟ هذه الابتسامة يجب أن تنتشر للشعب الأردني كله حينما ينتخب صحيح. الشخص المناسب. صحيح. الشخص المناسب في المكان المناسب، هو في المكان المجلس المناسب. الذي إذا أخوي مش كويس ما انتخبوش بغض النظر، بنتخب الشخص المناسب بغض النظر. أنا اليوم من فئة الشباب، وصراحة معرفتي في النواب اللي نازلين مترشحين صفر. الشباب ولا كلهم؟ أنا كمن جيل الشباب بدي أروح أنتخب، بس ما بعرف حدا. على أي أساس أروح أنتخب؟ بدك توعي حالك تسألي، وهذا تقصير. البلد مبينه، فيش شيء مخبى، مبين من زهير شو تاريخه، مبين شو محمد شو تاريخه. زهير هم أثروا شوي، هم أثروا أثروا بأنه يعني البرامج لسه ما أعلنوها. هلا هو ممنوع يعلن إلا فترة الترشح، بس في برامج بسرعة انكتبت وما كانت مدروسة، مشان هيك رح تتصفى معظم الأحزاب، ورح تضل الأحزاب الثابتة القوية، مشان هيك التحالفات عم بتصير مع بعض. يعطيك العافية. عافية. تعرف ليش نروح؟ نبيل يعطيكم العافية. يا أخي كل الشغل هذا ومقر اجتماعي بس ما شفناش، ما شفنا كنافة، ما شفنا كنافة. صراحة أنا كتير متفائلة أستاذ نبيل إنه هاي الانتخابات حيكون في عليها. ليش إن شاء الله؟ شو اللي إيش اللي استجد؟ أول شيء في تغييرات كتيرة عم بتصير. الناس عم تفهم شوي شوي شو عم بيصير، في نبض جديد، في دماء جديده، في شباب، في دورك انت صار دم جديد بس مش فاهم يعني عم بتقول روحي. اوكي انا معاكي، في ناس صار عندها وعي، بس في ناس برضو لسه كتير مش فاهمه. يعني انا مثلا بدي اسال ايش هو قانون الانتخاب الجديد؟ اللي خلوني احكي والقيت عم خلني احكي عشان صوتي واطي، يعني بصير انا انط احكي مشان الله رد حدا يرد علي، كل حدا بنط من هون من هون. والله لازم في توعيه، لانه والله تلاقي شباب تقول له قديش عدد مجلس النواب، قديش واحد يقول لك والله ما بعرف. امبارح مجلس النواب في موقع كثير مهم غلطان بعدد النواب اللي قادم في المجلس. الناس هذول قاعدين يغلط، لازم يكون في طرق. وبعدين في شغله ثانيه، لازم يكون في طرق جديده للتوعيه، خلي الشباب نفسهم يوعوا بعض، اعمل قيادات شبابيه خليهم يوعوا بعض. السياسي تاثيره على فكره حلوه والله. انا مش معك صالح بهاي الشغله، لانه احنا بقول للاسف الشديد انه احنا لسه شبابنا ما عنده هاي الشغله، يعني ما عنده هذا الهاي كيف الفضول السياسي او الفضول الحزبي. صحيح ما في هاي الشغله، ما في فضول. اكون صريح معك، احنا مثلا الشباب ما بسمع. نسمع عيسى شوي بس ريحونا. بلبلني بلبل شو مالك يا اختي تقولي قاعده على قلبك؟ مالك ريحونا ريحونا وريحونا يا اخوان يا اخوان. احنا متفقين جيران يا ريحونا ريحونا. ايوه يلا نفس العين. وبلبلني بلبل وانا داخلك العي ونفس العي. هلا هلا بي، صرت مدير عام ولا بعدك؟ لسه عندي عندي سلافتك. اقعد سيدي. كفو. زهير شو رايك موضوع الدراما بتوعيه الناس؟ الدراما كثير مهمة، يعني الإعلام بالصورة عامة. ما حدا اشتغل قدنا من أهم الوسائل في التوعية اللي بنشتغل فيها من 50 سنة. توعية الناس والبرلمان. ما في يا جماعة، خلينا نعرف شغلة. نبيل احنا هيك طالعين نبيل ضد
فكرة الناس. يا أخوي نبيل أعطيني فرصة. يا أخوي نبيل بعدين إحنا بدنا وجوه جديدة. يعني ما بدنا مثلا إحنا صارنا في ناس عنده صارنا 30 سنة هنا. جوز شراد الله. بدنا ناس جداد، بدنا تغيير. ما بدنا حكوا يعني كثير هاي السنة وجوه ما بدنا نفس الأشكال. فيها هاي السنة فيها إعادة. خلص يعني خلص لو ظل لو في عنده شيء صارت وراثي. صراحة التوريث الموجودة في البرنامج مش سهلة إنك تكون مع صحفيين اثنين من أهل الصحافة والإعلام السياسي وفنانين مخضرمين وروسن لحالنا هاي قضية تانية. أنا مش عارفة تكمل معهم باقي الحلقات ولا لا. يعني هسه عندنا مفهوم النيابي بيقول لك جاي يشخص. لا 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 لا. النائب هو خادم للمواطن. أمين. المسؤول أمين. خادم للمواطن. لازم يوعى المواطن الأردني اللي قاعد في مجلس النواب هذا مش شيخ عليك يشخص عليك. مزبوها. هذا شيخ يخدمك، وصفات الشيخ هو اللي بيقدم اللي هو بيقدم خادم هو خادم عشيرت. كبير القوم خادمهم، هم خدم لكم، الوزير خادم لك. لا تشوفوا تحطوا تقول هذا فوق راسي. في عندنا سيد واحد، في عندنا سيد واحد شيخ واحد في الأردن اللي هو قائد البلاد جلال كلمي، والباقي كلهم خدم للشعب. مجلس النواب خدم للشعب والحكومة خدم للشعب. خلي الشاب والمواطن يفهم هذا الحكي. استاذ زياد اقول لك شغله بس ممكن واللي بيقول لك بدي اشتري صوتك اعرف انه هذا بده يطلعه بملفات فساد. اوعى تعطي لما يقول لك بدي اعطيك مصاري لما يقول لك بدي اعطيك مصاري اعرف انه راح يسرق. بس بدي اقول لك شغله ابدا. ايوه بدي اقول لك شغله. بدي اعطيك 100 بده يطلع 1000. بدي اقول لك شغله. انت بتقول النائب الله يزيد فضلك النائب هو لازم يخدم المواطن 100%. والله العظيم مجلس النواب اللي فاتت بذكرها الاثنين الفاتن انه النواب دفعوا مصاري وملايين حتى يخدموا نفسهم ما خدموا واحد. لما يعطيك مصاري بده يخدم حاله. هو لما يعطيك مصاري بده يخدم حاله يخدم مصلحته. المهم لا اعتقد الرهان على الناخب وعلى المواطن. مسؤولية مجلس نواب مميز وحكومات مميزة هي مسؤولية المواطن. صحيح. أولا وأخيرا. مزبوط. لأنه الشعب هو مصدر السلطات. صحيح. هلأ النائب دخلكم بس يفوز. إيش ترى يا روسن والله قلبي هاتك نافر مشان يا روسن إجت الرشوة هون دخلنا ملفات الفساد يا أستاذ نبيل. جيب هون جيب هون أنو مطعم اللي أنو اللي جايب عشان هون عند هذي بدنا نعرف أنو المطعم اللي ننتخبه هلا إذا حساب نائب لا هاي إذا حساب أبو زيادة الحكي مع الأستاذ صالح لا هيك لا هيك مشكلة إذا الورقة شو الجملة اللي قلت أنت سيدي خالو خالو شو اللي قلتها شغل خالو خالو من النائب وتكبر هالسولافة وانت اللي اعطيت صوتك من اول صح الكلام. طيب ايش ليش تلوم من النائب وتكبر السلافة وانت اللي ما هو انت اللي اعطيت صوتك من اول صح الكلام. بس يا جماعه اسمعونا عندي سؤال لاستاذ هدير. هدير القانون الانتخاب الجديد الكل عم بيحكي فيه ايش اكثر شيء لفت انتباهك فيه؟ لفت انتباهي انه قللوا العمر اللي بدهم يترشحوا ل 25 سنه. فهذا مجال انه للشباب انهم بيشاركوا اكثر. زي ما حكينا قبل انه صار في لهم المساحه للشباب انهم يبدوا افكارهم وارائهم. يعني احنا كثير شايفين هلا الشباب منفتحين عندهم افكار، وانا متاكده انه حيكون لهم تغيير كثير كبير بالوطن انهم عارفين احنا شو. بتعرفي هدير في نقطه مش الكل بنتبه لها في القانون الجديد موضوع الاستقالة. هلا الشاب كثير بسعى الشاب على فكره والست بسعوا كثير عشان يلاقوا وظيفه حكوميه. صح. وبتعبوا كثير. فعدم اشتراط الاستقاله بهاي الانتخابات والموافقه عليها هذه كثير رح تشجع الشباب انهم ينزلوا على الانتخابات. فيها تضارب مصالح هاي النقطه. بس ما هو بده اذا فاز رح يستقيل. اذا فاز رح يستقيل. بس انه انا انزل على الانتخابات واكون عارف حالي اني انا مش مستقيل واذا ما نجحت برجع. بظن بانها جزء من تشجيع الشباب لخوض الانتخابات. انتهوا بالقطر استاذ نبيل. ايش اللي بالنسبه استاذ نبيل ضد
داير باله. ترى يا جماعه استاذ نبيل لو سمحت المره الجايه بدي خشنه. خشنه بدي المره الجايه. ما بحب الناعمه. هي انا كمان. ابو طبقتين بعدين المره الجايه. بدنا نجيب قطر ياكل. يسلم يسلم يسلم. مش عاجبك الناعمه؟ لا لا منيحه منيحه اليوم ما فيش. انت عندك ايش؟ انا عندي ناعمه. خلص بمشي بس بدي قطر. انا ما بدي يسلم. لو سمحنا رغيف خبز معها. لا بدي انا قطر. تستفزيني. انا بدي. لو سمحنا رغيف خبز معها. كعك سير زي البنين بانوار النبي. احنا جاينا كمان سبع حلقات من هذا الموضوع اللي تدخل في كل موضوع بهم بالبرلمان من الرشوة لا شو هو القانون الجديد بالتفاصيل حتى المواطن القائمة النسبية من مثلا التمثيل النسبي يعني كثير ناس تسأل النسبي في مصطلحات كثير يعني عنا ثمان حلقات يا اخوان نتأمل أنه الـ في النهاية هذا المواطن الله يبارك فيه ويعطيه العافية أنه بقدر ما يكون ينتخب الزلمة اللي بيخدم الوطن وبيخدمه مش نائب حارة زي ما قلت نائب حارة ولا لأنه بده سيارة ولا لأنه فكره مثل ما قال زهير جاي يجخ علينا أنه نائب بالعكس أنت نائب أنت خادمي أنت خادمي وخادم الوطن كلنا هاي سيدي بلم الهويات غاد قال كم هوية صار عنده هي أنا هويتي هناك لا الكشوفات أنا تعلمت الكذب فماذا بقول لي انتخب بقول له والله أنا مسجل في عمان اللي في عمان بقول له أنا مسجل في إربد صادق أنت صادق يا أخي بعدين فاجأت بشغلة بالمرة هاي إنه مثلا أنا دائما أصوت بجرش مرة هاي لقيت إني صوت محل ثاني لأنه هاي الانتخابات على مكان وين صوت جرش حطوا بنينة وتصور بصندوقين حطوا قبلينا في صندوقين في صندوق احمر واخضر انت بال اخوان صندوق احمر صندوق ازرق واحد للاحزاب واحد للاشخاص والمجموعات يا اخي قصه العتبه التنظيم التنظيم يا اخوان ممتاز جدا يا اخي انا بس بدي واحد يفهمني قصه العتبه هاي العتبه قزاز هاي هاي بنسال ضيف هاي نسال ضيف بس هي للقائمه العامه سبعه وللقائمه عفوا العامه 2.5 والمحلية سبعة العدد الناخبين المقترعين العدد المقترعين هاي جزئية كتير مهمة لازم كتير نركز عليها الفرق بين الناخب والمقترع الناخب كلنا ناخبين المقترعين واللي هم اللي بوصلوا واللي بتنحسب أصواتهم اللي بتنحسب بناء عليهم النتائج الناس اللي بتروح على صندوق الاقتراع وبتقترح طب الحزب اللي ما بوصل للعتبة بيطلع طبعا بيطلع خلاص بيطلع إذا ما وصلوا كلهم بتنزل النسبة العتبة 0.5% بعدين 1% يعني في مخاطرة ممكن ممكن كبيرة ممكن طبعا مش سهلة على فكرة يستفيد هاي المعلومات شوف هلا انتو لا ما شاء الله معركة هاي إطلاقا مش سهلة جنس ما شاء الله جنس نبيل ده زميل جنس عبد الهادي يعني الحوار هاي المهم تحديدا فيما يتعلق ببعض المصطلحات الانتخابية اللي صارت زي ما صار في بعينه تخلدها شوي من البث الهوشة بيني وبين صالح بس يعني مرأت بسلام مثل موضوع العتبة الانتخابية مثل موضوع القائمة القوائم التمثيل النسبي هاي التفاصيل كلها ولكن كانت مهمة جدا أن نطرح تفاصيل المصطلحات الانتخابية أظن بأنها كان فيها بعض الأشياء اللي فيها معلومات قيمة ومفيدة للجميع هلا لازم فيه المواطن وبتفرج علينا بقول أكمل الكنافة شو بسوا هذول طيب شو بحكوا هذول إحنا منك يا مواطن وإنت منا وإحنا هون موجودين زي هذه الجلسة ما بدنا يعني نسويها جلسة جدية أكثر من اللازم ولا غير أكثر بس بدنا نشعرك إنه في مسؤولية جدية هي الأساس بس هذا لا يمنع إنه إحنا نضلنا محافظين على جو الرفقة وجو الأخوة وجو الغيره طبعاً وجو اللي جو الأردنية والله أردنية كيفة يا جماعة سيدة أبو زياد والله لما تعطيهم فرصني وبكيف سيدة أبو زياد وإذا حتى هو بنكد بكيف الأردن قاعد بقول لك هو بضحك يعني وعينا على الدنيا وعلى الدنيا وعينا آمين أيوة. وحب الأردن عايش فينا آمين وكأنه بلوى أو عل فينا يا رب من حبه لا تشفينا الله يا رجل عينا وعلى الدنيا وعينا حب
حب الأردن عايش فينا آمين شنو بلوى أو عل فينا يا رب من حب ولا لا تشفينا الله تفضل سيدي ما في أجمل من الأردن وما في أجمل من الأردنية وإحنا قادرين نقدم الأردن اللي أجمل منه ما فيه على كافة المجالات والمسؤولية مسؤولية المواطن صندوق آمين الانتخاب هو الأساس ترى يا جماعة الخير يعني في شغلة بالأردن يعني الأردن بلش موضوع الإصلاحات بكير جدا يعني أنا أتذكر أيام الربيع العربي لما الناس صاروا يطالبوا بالإصلاحات كان إحنا الأردن يعني كان جلالة الملك هو اللي كان مطالب بالإصلاحات وقاطع مجال طويل فلذلك يعني كان هو اللي يطالب بالإصلاحات يعني الناس بالدول الثانية كان الناس يطالبوا بالإصلاحات إحنا عندنا القيادة اللي طالبوا بالإصلاحات وهذا نعم وهذا موضوع الانتخابات هذا يعني موضوع يعني إصلاحي مهم جدا مشروع إصلاحي مهم جدا أنا أقول إنه يعني المرة هاي أنا أنا مش زي بعض الناس مش زي لا أنا متفائل أنا يعني نصف أنا مش زي كيف مش زي يعني شو صفاتك شو صفاتك يا مزي أنا متفائل إنه المرة هاي الوضع راح يكون دائما الأردن ليش يعني متفائل على الحفة متفائل على الحفة متفائل على الحفة متفائل على الحفة كمان مرة هاي شو هاي كويس اللي قلت ساعة هون ساعة هون وساعة هون يعني متفائلة يا أخي بس والله أستاذ أبو ليث وأساتذتنا الكبار طبعا الكل احترام والتقدير أنا بقول جير طلع عن الزود شو رأيكو نشوف هنا المرة الجاية خلينا نشوف يعني نسولف ونناقش أكثر مع ضيف لازم حدا اسمع عيسى المره الجايه باي مقر بدك نروح نقعد لا هون مقر باللي بده حطك مدير عام احنا بنجيبه لعندنا بنجيب تصويت برلمان انا موافق ما نجيب ضيف انا يلا كلنا بنجيب ضيف لانه في معلومات لانه في معلومات احنا ما بنعرفها يعني في معلومات استاذنا على معلومات متخصصة ما بنعرفها احنا والله صحيح 100% انا والله شغلات كثيرة حابة اعرفهن صح وانا بعدين هسه بتقول لي العتبة طيب افرض انه ما حققوا العتبة العتبة مثلا 10000 وما حدا جاب 10000 طيب وين صفينا تنزل العتبة تنزل العتبة بتنزل لا 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 ما مش عليها واحدة العتبة انا شايف في هذه رغبة اردني انه نكد على النواب حطوا له عتبة احنا اظن هدين احنا نعرف شو هي العتبة بالاول انا مش خلص انا ما بعرف غير عكس على فكرة هو نظام انتخابي نظام انتخابي دولي يعني العتبة العتبة هي لازم نظام انتخابي دولي نعم فكرنا في كثير دول يعني لكم صدر البيت هنا العتبة لا لا العتبة لازم العدد المقتنعين يتحقق نسبة معينة بالنسبة للقائمة الحزبية لازم يحققوا 2.5% فرضا لو انه المقتنعين 100,000 لازم 2,500 يكونوا صوت يحققوا الحزب اذا ما حققوا ولا يقولوا له تفضل يضلوا برا هلا سألت عن العتبة ما هو انا بشكل عام انا يعني مش حافظها كويس بس بشكل عام يعطيكم العافية جميعا والله عافيك والله يعطيك العافية جميعا شكرا والله جلسة جميلة الأسبوع القادم إن شاء الله بنشوفه حوار آخر ما استجاز شكرا وين مناسب تقدم الجبل على القهوة واليوم الفزع أردو